إن شاء الله. طب يلا نبدأ مع الأخت سلسبيل. بيك بارك الله بكم. بسم الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dipersilakan أختي سلسبيل untuk mengonkan mikrofonnya. Insya Allah kita memulai. Silakan أختي. Dari surat apa lanjutin sama surat apa sih? Min أي surah Insya? أين توقفنا آخر مرة؟ عند أي سورة؟ Kita terakhir sampai ayat keberapa surat apa, Uhti? Terakhir surah Al-Inshiqaq. Al-Inshiqaq ya nih, Insya. هل قرأت اليوم سنقرأ الانشقاق صحيح؟ Hari ini kita baca Al-Inshiqaq atau selesai ya Al-Inshiqaq, Uhti? Sudah selesai Al-Inshiqaq, Ustaz lanjut surah Al-Buruj. Intahayna min al-inshiqaq wa nabda insyaallah bi suratil buruj ya syekh. Naam, yalla ana astami' lak ya ukhti Salsabil. Naam, naam. Silakan ukhti Salsabil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لنجد أستاذ نعم شيخ نواصل أم ماذا؟ شيخ نواصل أنا معك يا أخي نواصل أخت سلسبيل silakan أختي dilanjutkan. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يا كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فتح الله عليك جزاك الله خيرا أختي سلسبيل وجعلك الله سبحانه وتعالى مع السفرة الكرام البررة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وأنا أحسبك إن شاء الله أن قراءتك هذه أن تكوني مع المهرة في القرآن والذين يتلون هذا القرآن حق تلاوته جزاك الله خيرا. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Mufti Salasabil didoakan oleh Syekh. Semoga terkat dukorikan yang bersama Safaratil Kiramil Bararah dan beliau bersaksi bahwa Mufti membacanya dengan ilmu, membacanya dengan kemampuan dan termasuk kepada orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya adalah Mufti Salamah, silakan. Mufti Salamah, silakan. نعم نبدأ بسورة البروج
Ukti Salama, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzaatil waqud idh hum 'alayha qu'ud وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. العرشي ذو العرش المجيد نعم هذا حرف العين العرشي عين العرش نعم ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Ib, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl fama huwa bil hazr innahum yakiduna kayda wa akidu kayda فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dhakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Qutufuha. Fi jannatin 'aliyah. La tasla tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainu jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtaham al aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. نعم فتح الله عليك أختي الكريمة سلمى. تدربي على حرف العين. حرف العين لا ينطق أين وإنما ينطق عين. كذلك ما شاء الله قراءتك جميلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يقرأ القرآن فيرقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول مثل الذي يقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا نقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم آمين. آمين آمين. Alhamdulillah. Saya mendoakan semoga setiap huruf-hurufnya diganjar dengan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Syekh Hunaka mada man. Hunaka tulab. Hunaka tulab wa akhar, walakinnahu al-an yani yusalli salatal asr. Wa yastadin ay yata'akhkhar fil ma'khid dhuhur wa huwa yuriduna an mada an nantazir mada tara. Tayyib, nantazir ila ay waqt? Sa'as'al Syekh, mungkin 5 aw 10 daqiqah. Tayyib, bikhusus al-ukhut Salma wal-ukhut Salsabil, أخبرهم أنه في اللقاء القادم أن يجهزوا إلى نهاية الجزء، يعني إن شاء الله في اللقاء القادم سنختم جزء عامة إن شاء الله، أخبرهم بذلك. Baik untuk Ukhti Salma dan Ukhti Salsabil, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan setoran hingga akhir juz 30. Sehingga silakan Ukhti Salma dan Ukhti Salsabil untuk menghafalkan sampai dengan akhir juz 30, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mendengar, beliau akan mendengar setoran hingga akhir juz. Begitu. Namanya Syekh Nantadir mungkin wasa mada saat dalam Syekh ana saughadir al-an saakhruj min al-barnamij وعندما يأتي الطالب أرسل لي رسالة على عبر الواتس. جيد؟ نعم نعم نعم. بارك الله فيك. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. Baik, saya akan keluar terlebih dahulu untuk menunggu peserta selanjutnya karena beliau ada perlu dulu sebentar. Dia akan mundur dulu dari Zoom dan beliau meminta nanti setelah ada masuk peserta baru untuk dikabari. Namun, Syekh. Jazakumullahu khair.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita akan menunggu peserta lanjutnya, peserta selanjutnya. Menunggu, dipersilakan antum untuk surah Al-Buruj ya Syekh atau At-Tariq. Naam. Naam, Al-Buruj. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر حافظ 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 الحاء مرققة حاء حاء نعم يا شيخ فلينظر نعم فلينظر الإنسان من ما في آية أخرى يا شيخ فلينظر الإنسان مما خلق نعم نعم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي ارجعي تفخم رأي يا شيخ نعم ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة حتى من شرح البلد الشيخ نعم صحيح جزاك الله خيرا أخي سالم وجعلك الله سبحانه وتعالى من الذين يقول فيهم يوم القيامة اقرأ وارق فإن منزلتك في يوم القيامة عند آخر آية تقرأها فتبلغ بذلك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم آمين آمين شكرا جزاك الله يا شيخ نعم يا شيخ نحن في أهل لقائنا اليوم يا شيخ إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله في مدى أسبوع القادم di akhiri madha qiraati juz 30 ya syekh akhbir na'am asy-syekh salim annana insyaallah fi al-liqa' al-qadim nantahi min al-juz yani yuhaddir min surah min surati at-tar min surati madha ba'da surati min surati asy-syams wa hatta surati an-nas baik di pertemuan selanjutnya insyaallah dari surat Asy-Syams hingga surat An-Nas akan dipertengahkan dan insyaallah di pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir untuk surah Juz dan selanjutnya insyaallah ba'daha nahnu sanakum bil ikhtibar nami syekh
نعم إن شاء الله سنقوم بالاختبار للطلاب وسنصدر لهم شهادات معتمدة من دار القرآن الكريم والسنة بأنهم قد اجتازوا دورة في جزء عام إن شاء الله. Baik, setelah itu ada ikhtibar dan nanti akan diberikan syahadat yang insya Allah standar dari Darul Quran Sunnah Gaza. Barakallahu fikum. Kita di akhir pertemuan kita. Jazakumullahu khairan kathiran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياك الله شيخ مندو. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا استاذ هندرا.